أكدت مملكة البحرين حرصها الدائم على بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توطيد الشراكة مع الأمم المتحدة ودعم أهدافها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في الدول الأقل نموا. جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك. في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا من الإمكانات إلى الازدهار الذي تستضيفه دولة قطر وأعرب المندوب الدائم عن إيمان مملكة البحرين بأهمية التعاون مع الدول الأقل نموا وضمن أطر تعاون الجنوب جنوب حيث بادرت المملكة بعدد من مشاريع التعاون المشترك وبناء القدرات في عدد من الدول وقال المندوب الدائم ان البحرين قدمت المساعدات واقامت المشاريع التنمويه في العديد من الدول الاقل نموا وغيرها من البلدان الشقيقه والصديقه المتضرره من تداعيات الحروب والنزاعات او الكوارث الطبيعيه ولفت السفير الى ان المملكه تتابع تحفيزها للعمل الانساني الدولي من خلال اطلاقها مبادرات وجوائز عالميه لخدمه الانسانيه وتمكين الشباب والمراه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه ودعم الحوار والتعايش السلمي ودعم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وجاهزيتها لاستضافه اجتماعات الجمعيه العامه للاتحاد البرلماني الدولي مضيفا ان المملكة تحرص على اقامة علاقات اقتصادية منفتحة ومتوازنة مع مختلف دول العالم في ظل تصدرها قائمة دول منطقة الشرق الاوسط في العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية ونقل تجربتها الرائدة في ريادة الاعمال الى اكثر من 48 دولة بالشراكة مع منظمة اليونيدو.